باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءات، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه.